تحديثات جديدة للواتساب بعد ما قلنا انه عمل اللي ممكن يتعمل بتنقله في حتة تانية خالص. ومشكلة بتقابل بعض الناس وممكن تكون واجهتك قبل كده بخصوص فشل استعادة النسخة الاحتياطية من الواتساب اوقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. مرة تانية بنجيب سيرة الواتساب وبنتكلم عنه بخصوص المشكلات والتحديثات المرتقبة والتركات اللي موجودة فيه. خلينا في الاول بس نتكلم في المشكلة اللي ممكن تكون واجهتك قبل كده، ولو ما واجهتكش فهتلاقي الفيديو متقسم تقدر تروح للتحديثات على طول. وخصوص المشكلة بقى، فهي المفروض بتقابل بعض الناس والمفروض ان بقالها سنة تقريبا، وهي انك لما بتيجي تعمل ريستور او استعادة للنسخة الاحتياطية من الواتساب بيفضل يحمل معاك لحد 100% وبعدين يقف. الحقيقة ان انا ما قابلتش حد بيواجه المشكلة دي، ولكن خلينا نعدي عليها من باب العلم بالشيء علشان لو بتواجهك. الحل ده كان نشره حد اسمه تورو جيت من خلال موقع ريدت المشهور، وطبعا الحل فيه لفه شويه فهنفصصه الخطوات. اول خطوه انك هتلغي ربط حساب واتساب مع حسابك في جوجل درايف اللي بتعمل عليه الباك اب، وده من خلال انك هتروح على drive.google.com واللينك هيكون موجود في الديسكربشن بوكس. يعني لما هتدخل على درايف هتسجل دخول، وبعدين هتدخل على سيتنجز، ومن سيتنجز هتدخل على مانج ابس، ومن مانج ابس هتدور على واتساب ماسنجر، وجواه تدخل على اوبشنز، ومن اوبشنز هتدوس على ديسكونكت فروم جوجل درايف. الخطوه الثانيه انك هتلغي تثبيت تطبيق واتساب نفسه، بس تاخد بالك عشان لو الموبايل بتاعك حب يتفلسف وقال لك بما انك شلت التطبيق فامسح البيانات بتاعته عشان توفر مساحه، اوعى تدوس نعم. الخطوه اللي بعد كده انك هتدخل على الفايل مانجر اي تطبيق بتستخدمه، وهتروح على المسار ده وهيكون موجود برده في صندوق الوصف علشان تمشي عليه بالظبط. والاساس منه انك توصل لفولدر داتابيزز، ولو ما لقيتوش ممكن تدخل على فولدر الواتساب نفسه وتروح على داتابيزز على طول، ومن هناك هتختار احدث ملف في الفولدر وهتسميه messagestore.database وهتسميه كده. بس المهم انك هتسيب الامتداد بتاعه زي ما هو، يعني لو كان اسمه مثلا واتساب وبعدين رقم التاريخ وبعدين كلمه مثلا كريبت 12، فانت هتعمل اعاده تسميه للملف وهتكتب الاسم اللي احنا قلنا عليه، بس هتسيب دوت كريبت 12 دي زي ما هي من غير ما تغيرها. بعد كده هتثبت تطبيق الواتساب مره ثانيه وتعمل تسجيل دخول، وبعد كده لما الواتساب هيجي يعمل استعاده او ريستور هيلاقي الانترنت مقفول او معمول ديسكونكت فروم درايف، فهيعمل باك اب من المساحه الداخليه ومن الملف اللي احنا عملنا له اعاده تسميه. بعد كده تقدر تدخل على اعدادات الواتساب وتعمل اتصال او كونكت مع جوجل درايف، ومن بعدها المشكله دي تتحل معاك تماما. ونخش بقى على التحديثات المرتقبه، وكنا اتكلمنا قبل كده في فيديو عن شويه تحديثات كانت وقتها لسه هتوصل للواتساب، بالاضافه لشويه حيل وتريكات موجوده في الواتساب، وهيكون الفيديو موجود في التعليقات ما تنساش تبص عليه بعد ما تخلص الفيديو ده يعني. وفي عز ما قلنا ان الواتساب قفل الجيم، او للامانه ما فكرناش ايه التحديثات العظمه اللي ممكن يضيفها بعد اللي بيعمله، وخصوصا بقى ميزه بريفيو الفويس ريكورد واللي برضو اتكلمنا عنها، لو عايز تعرف عنها بالتفصيل هتكون موجوده في الفيديو اللي بقولك عليه، فبالتالي لازم تشوفه. وهنا بقى الواتساب يفاجئنا ان لسه فيه شويه لمسات ابداعيه جامده جدا بيحضر لها. قبل ما نبدا بس اخد لك كام ثانيه كده انك تدوس على زرار اللايك ده يعني، وشويه دعم كده في الفيديو، يعني بنتكلم في تريكات وحركات وتحديثات وكلام من ده، فيعني شويه دعم كده دوس على اللايك. المشاكل الرخمة جدا اللي بتقابل اغلبنا والواتساب جاي يحلها هي فكرة التوهان وقطع حبل الافكار. تبقى بتسجل فويس ريكورد وفجأة تنسى انت كنت بتقول ايه، ويبقى قدامك حل من الاتنين، يا اما تبعت اللي انت سجلته اللي هو اساسا ممكن يكون مكملش وما يتفهمش، او انك تسكت لحد ما تفتكر ويبقى احلى صمت لغة العظماء على عيونك. هنا بقى الواتساب جاي يحللك المشكله دي، يعني لو انت بتسجل ريكورد ونسيت انت بتقول ايه وانت بتقوله، تخيل تنسى اللي بتقوله وانت بتقوله، حاجه نيله فعلا، او حد عدى عليك يسلم مثلا وعمل دخول مفاجئ قال لك سلام عليكم، فوقتها بكل بساطه تقدر توقف الريكورد تجمع افكارك وبعدين تستكمل الريكورد وبعدين تبعته. طبعا الميزه دي لسه شغالين عليها المطورين للنسخه البيتا للاي او اس والاندرويد، ولكن هي قريب جدا هتنزل للمستخدمين اللي داخلين في برنامج تجربه النسخ البيتا، وبعد كده تبقى تنزل للكل. وبما انها في البيتا يعني تدريجيا، فبالتالي ممكن تنزل عند اي حد مننا في اي وقت. ومن هنا لاضافه ثانيه على وضعها برده في الواتساب جايه بخصوص الفويس ريكورد، وهي ميزه الجلوبال فويس مسج بلاير او المشغل الصوتي الدائم او العالمي مثلا. ودي بكل بساطه انك لو بتكلم حد وراح خبطك فويس مثلا مدته 3 او 4 دقايق، والله يكون في عونك لو اكتر من كده يعني، فانت مش مضطر انك تفضل متكتف جوه الشات علشان تسمع ريكورد، تقدر بكل بساطه انك تخرج من الشات ده وتدخل على اي شات تاني وتكلم الناس وتبعت وتستقبل وكلام من ده، وهيكون متثبت عندك في التطبيق من فوق البلاير او المشغل ده عشان تقدر في اي وقت توقف او تلغي او تكمل استماع على الفويس ريكورد اللي مبعوت لك ده. طبعا هي ميزه مرنه وعلى وضعها جدا، ولو بتشبه عليها فهي بالفعل موجوده في تليجرام، ولكن ده العادي من الفيسبوك يعني ان هو بياخد من هنا ومن هنا، ولكن يظل الواتساب منتشر ومدعوم اكتر، فبالتالي هتكون ميزه قويه جدا لما تكون في تطبيق زي ده. قال لك برده ان الواتساب شغال على اضافه ميزه قويه في الخصوصيه، يعني عن اخفاء اخر ظهور والصوره الشخصيه وكل الكلام ده، هيكون في اضافه لميزه جديده وهي انك تقدر تختار ناس معينه ما تشوفش اخر ظهور وتشوف البيانات الشخصيه بتاعتك، يعني علشان لما انت تحب تخفي عن حد معين ما تظلمهاش على الكل. من باب التغييرات الروشه بقى والملخبطه على حسب يعني، قال لك ان الواتساب بيفكر انه يغير شكل الصفحه الشخصيه او البروفايل اللي موجود عندك عن الشكل اللي موجود بقاله قرون،
لكن لان المبدا هو مبدا مارك بيه، قال لك ان الشكل ده لما هيتغير ويبقى نفس الشكل اللي موجود في واتساب بيزنس. يعني لو عندك التطبيقين يا معلم احلى مزاوله لما تفتح واحد منهم. ودي كانت نهايه الفيديو، ما تنساش انك تدوس على زر اللايك اللي عندك هنا، وهتلاقي هنا في زر اشتراك وجنبه جرس تقدر تدوس عليهم علشان تتابع جديد اول باول. شكرا للمشاهده، نلقاكم على خير.